الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحضور الكريم، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك يا أخواننا إنه أن يقف الناس وأن يتناصحوا وأن يقوموا مشيهم وسيرهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا من علامات الصحة لهذه الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والمؤمنون نصح يسدد بعضهم خلل بعض ويقوم بعضهم بعضا، والمنافقون غششة، إنما يريدون أن يفسدوا في الأرض وأن يكبتوا الخير عن الناس وأن يصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شره. هذا المحور تعلق يا أخواننا بموضوع وعنوان هذا اللقاء، أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم العبادات. ربنا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ابن كثير رحمه الله ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية ثم قال: هذا صفوة الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه وعمل لما دعا الناس إليه، فهذا خليفة الله. ولا شك أن الدعوة إذا كانت إلى الله فلا بد أن تكون بما شرع الله حتى تكون دعوة إلى الله. وأما إن كانت دعوة إلى غير الله فإنه سيحكمها الدستور بتاع الحزب أو النظام بتاع الجماعة، ولكن لا يحكمها ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون، ويدخل فيها الفتية وغير الفتية، لا بد أن تكون بعلم. ولذلك من الكبائر العظيمة التي يعني نقلت فيها كلاما لبعض العلماء آيات بسيطة لن طول على الناس إن شاء الله، آيات في القرآن تحرم على الناس أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى وأن يفتوا وأن يتجرؤوا بغير علم، خاصة فيما يتعلق بالأمور التي تخص أعيان الناس أو التي تخص عامة الناس. فدي أخواننا الواجب أن يعرف فيها الإنسان قدر نفسه وأن يرجع فيها إلى من هو أهل لذلك، وألا يتجرأ ويتعدى حده حتى لا يأتي بما يفسد ولا يصلح. طيب، وهذا ليس له علاقة بالقواعد التي يضعها الحزبيون. يعني ما بزول يسمع كلامنا ده يا أخواننا يمشي يقول: أيوة ده كلام الهواري القبيل قالوا لنا. هذا ما عنده علاقة بالهواري. الهواري ده بقول لك ما تدعو إلى الله. وبالمفهوم البسيط يا أخواننا في المسألة دي، إنه أنت المسألة الدار تتكلم عنها جويدة، كلنا طلبة علم، ما يخفى علينا أكثر مما نعلم، وتبلغ وتوصل هذا الخير للناس في حدود علمك. فإذا جاء ما لا تعلم وقفت ورددت العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس:
قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال العلامة الشيخ محمد بن هادي رحمه حفظه الله، قال: والقول على الله أعظم من الشرك، إذ الشرك ما حصل إلا بسبب القول على الله بلا علم، ولأنه يتضمن الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل من يقول على الله بغير علم أولا بأنه يكذب على الله، وثانيا بأنه مفتر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك. قال السعدي رحمه الله، يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريما ما أحل الله وتحليل ما حرم الله الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وهذا يعني واضح في التحريم. الآية الثانية وهي من أصرح وأوضح الآيات، قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا ما تعلق به كلام الشيخ محمد الذي نقلناه آنفا. قال: فرتب هذه المسائل على حسب قوتها، فجعل القول على الله بلا علم أشد من الشرك. قال البغوي في بعد ذكر قول للإمام مقاتل المفسر ابن حيان، وهو عام يعني النهي عن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، لأنه العلماء قالوا هو في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. قال: وهو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال السعدي رحمه الله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب فإنها نعم أنعم الله بها عليكم فاحمدوه إذ أحلها لكم واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب وكفر النعمة واعتقاد الحلال حراما خبيثا فإن هذا من الاعتداء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أنه ده افتراء على الله سبحانه وتعالى وقول عليه بغير علم وبغير هدى من الله سبحانه وتعالى وبغير برهان ولا دليل من قرآن أو سنة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شوف ربنا توعد، والمعتدي له العذاب الأليم في الآخرة، والمتجرع على الله سبحانه وتعالى بغير علم جعله الله في منزلة أخس من منزلة المشركين. وهنا وصفه الله سبحانه وتعالى بالخسار ونفى عنه الفلاح، فلا يمكن أن يفلح حتى لو كان يطلب العلم أمام الناس، فإنه لن يفلح لا في طلب العلم ولا في غير طلب العلم، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه. والقاعدة الشرعية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ابن كثير رحمه الله: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وقال السعدي رحمه الله: أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه سبحانه وتعالى. قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الأقوال، أسند الدارمي في مسنده عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام،
ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وده يا أخواننا من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومن شدة تحريهم للحق ولعلمهم أنهم مسؤولون عن فتواهم. وده يا أخواننا يحل لك إشكال السلف إذا قالوا هذا مكروه في الحرام أو لا أحبه أو كان لا يعجبهم، هو عالم لكن بيذكر عن المتقدمين من العلماء ذلك، فده يا أخواننا يدل على شدة تحريه وعلى تواضعه وعلى تعظيمه لأمر الفتيا في الدين، وأنه لو نزل وأفتى برأيه خير له من أن يفتي وينسب ذلك إلى دين الله سبحانه وتعالى فيضل بذلك من يضل بسببه، وتنتهك ما تنتهك من المحرمات، قد يفتي في مسألة الطلاق فيحل أو يحرم، فيزوج أجنبية أو يطلق زوجة فيحل فرجا أو يحرم فرجا حلالا، ده كله بالفتيا والكلام من غير علم ولا دليل. كذلك قد يفتي في الدماء فيقتل نفسا معصومة، ولذلك الآثار المترتبة على الفتيا عظيمة. ولا يخفى عليكم أثر الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقد شد إليه الرحال زمنا طويلا، ثم سأل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجابه في 3، قال كيف أرجع وأقول للناس؟ قال اصعد على الجبل وقل لهم سألت مالكا في كذا وكذا فأفتاني في 3. عشان كده السلف قالوا من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله. فكيف الناس يا أخواننا اللي بيتجروا زور ربنا من عليه بنوت 5 ولا اسمه جنون وبطارية قوية ونت تمام وخدمة طويلة ممتازة وبيجا ينجر وبيجا يتكلم في الأعيان والأشخاص ويحدد للدعوة طريقها ثم يبدع أهل السنة؟ أخوانه دعاة التوحيد والسنة اللي بيحاربوا الشرك والضلال منذ زمن، ويا ليته كان عن علم وكان على قواعد العلماء والسلف. عشان كده أخواننا الإنسان لو بس فتح اليوتيوب ده وسمع للعلماء وهم يسألون عن أوضح الناس وأوضح الأشخاص وأوضح الجماعات بتلقاهم بيذكروا الألفاظ، أنت بعد مرات بتحس إنه كأنه كلام ده يا أخواننا ما قوي في الزول ده، مع إنه زول ضلال واضح. ويتورعون في الإنسان في الحكم عليه، ويكون ديدن هذا الشخص إنه أول زول بيتكلم في النوازل زي جريدة الدار ودار يعمل ما بعرفه سبقي في الأخبار ولا اسمه شنو سبقي صحفي مش سبقي خبري، أيوة وأي سبقي خبري وأي مشكلة هو دائما بيكون في أول القائمة، أول زول أخواننا يضربوا له عشان ما يفتلهم، تلقى المخلوق ده ذات أول زول في القائمة، القائمة بتاعت الإفتاء والتجرع على الفتية. يا أخي ربنا يسر لك من أخوانك من يفتي، يا أخي مالك واجع قلبك ومالك أنت متورط وموقف نفسك أمام مسألة عظيمة؟ عشان كده أخواننا في ناس يا أخي في مسائل، في مسائل أخواننا ديل جزاهم الله خير بتكون واضحة، في مسألة الرد على أهل البدع شبهة بكونهم ذاتهم عارفينها قبلينا، لكن بعد ده يقوم يشاورك ويسألك كده، أنت أول حاجة ضعفك
بيشتد ومعلومتك بتتأكد وتوثيقك بيقوى ونقدك بيكون يعني محكم وتمام. لما ترد على شبهة بيكون رد قوي ورد متين ورد يعني استأصل الشبهة من كل جوانبه. فنحن نعلم ذلك من إخواننا الأفاضل. وقد يسألوك عن أشياء وعن كتب وعن مسائل وهم أعلم بها، فكيف يا أخواننا الإنسان يبقى راي وبراو ويخلي الناس دي جارية من شرق النيل؟ معلش يا أخواننا، مع البنزين المافي ده جايين عشان يناقشوا مواضيع زي دي، وزول ما يعرف يقدر المصالح من المفاسد ولا يعرف ينزل النصوص حق تنزيلها، يقوم يتجرأ ويقدم ويفتي ويصير في نهاية المطاف حربا على إخوانه. لأن أخواننا النصوص الشرعية ما بنزلوها بأنه بالحسابات بتاعت الرياضيات، ها؟ حسابات الرياضيات دي ما بتنفع في الشريعة. الشريعة يضبطها فهم السلف، وده بيبقى بعد شوية تكفيري سروري، ده فهم السروريين، نقول لك الحكم بغير ما أنزل الله طوالي كفر، وإحنا ذاته ما سلمنا معه. الحاكم حكم بغير ما أنزل الله، إذن يساوي شنو؟ الحاكم كافر بعديها نخرج طوالي. ده الشغل بتاع الرياضيات والدنيا والفيزياء. أما في الدين يا أخواننا هذه المسائل لابد أن يرجع فيها إلى من هو أهل ذلك. ولذلك يا أخواننا الإنسان حتى لو أنت متأكد من موضوع ودار تتكلم عنه وإنت شايفه بمس دعوة الناس فشاور. ربنا قال شنو؟ وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وما أي أمر يصلح أرد عليه أنا. ولذلك يا أخواننا الأمور التي تتعلق بالناس عامة وبأمور المسلمين الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع فيها إلى إخوانه. واحد أخواننا وجهه قبل أيام وناقشوا في موضوع من المواضيع، عرفته؟ وهو كاتب أنا تلميذ فلان وعلان، وقالوا له فلان ده قال لك كده، أبى يتراجع. طيب الفوق ده شنو؟ أنت كاتب فوق ليش يعني؟ نفهم شنو يعني؟ ولا أنت قاصد شنو؟ ولا موضوعك شنو؟ ولذلك يا أخواننا من أهم الأمور التي يجب أن يتعلم الداعية إنه أخواننا في موضوع الفتية يكون تقيل، وإنه الإنسان إذا رد العلم إلى الله ولو كان في أوضح المسائل فإن هذا لن ينقص قدرك، وإنما يرفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا يحملك على تجويد ما جهلت. أنا إذا سألوني من مسألة وما عرفت المسألة بقوم برجع واسأل فأستفيد من العلم وأستفيد من الفقه ما يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. طيب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال السعدي رحمه الله أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقه الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. وأنا أختم بما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف سبب شنو يا أخواننا؟
أن موسى عليه السلام كما جاء في كتاب التفسير من صحيح البخاري حدث بني إسرائيل في مجلس فسئل: أتعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا، يعني لم يرد العلم إلى الله. قال ابن عباس: فعتب الله عليه، على نبي كريم كليم الله سبحانه وتعالى أن لم يرد العلم إلى الله. فقال الله عز وجل: بلى عبدنا خضر. فكانت القصة المعروفة المشهورة في سورة الكهف. ولذلك أخواننا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه أولا، ثم يتقي الله سبحانه وتعالى في الدعوة، ويتقي الله سبحانه وتعالى في الناس والمسلمين. وما فقد الناس الثقة في كثير ممن ينتسبون إلى التدين والدعوة والعلم من الجماعات المنحرفة والمبتدعة إلا بسبب جرأتهم على الله سبحانه وتعالى. يعني ما هو الفرق بين هذا الذي يتجرأ وبين من تجرأ من الجماعات المنحرفة؟ ولا نقول ده زولنا نخليه وذاك ما زولنا ننجمه؟ لا، القول على الله سبحانه وتعالى واحد، والمسائل النوازل هذه يرجع فيها إلى العلماء. بل أنت بتلقى علماء كبار، يعني آخر مسألة تقريبا فيما أذكر أنا مسألة التباعد، كان أفتى بها الشيخ العباد، مش الشيخ، أفتى فيها بفتوى معينة، فلما ذكر له فتوى اللجنة الدائمة رجع إلى فتوى منه اللجنة الدائمة. وأنا فيما أعلم ما ظنيت في زول بيكون أقدم في العلم من الشيخ العباد حتى في اللجنة الدائمة. ودي مسألة الشيخ العباد بيكون حافظها برقم الحديث ذاته، برقم الحديث ورقم الباب ورقم الكتاب، وقد يدين لله سبحانه وتعالى بأمر خلاف، قد أنا ما قلت هو الآن يدين، لكن قد يدين. لكن احتراما يا أخواننا للعلم ولأهل العلم، احتراما للدعوة، واحتراما لعلماء البلد، واحتراما لمقام العلماء والعلم، رجع إلى شنو؟ إلى يعني فتوى اللجنة الدائمة. فإخواننا الإنسان كل ما تشاور، ونحن ما بنقول يعني مثلا إنسان يكون في مقام، جاء واحد ضال حامد بابكر أو غيره يجوز الشرك أو الخنجر، وغيره من الصوفية يجوز الكفر والشرك، إحنا نقول لا 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 لا، أصبر أصبر، إلا لما تجي هنا ونصدق لك بيرد. ما في زول بيقول كلام زي ده يا إخوان، ولا نحن بنشترط الاشتراطات اللي بيشترطوها الصعافقة دي، إنه لابد تترعرع تدردك في الحشيش، ده ما بنقوله نحن. لكن نحن بنقول إن أخواننا اتعلمت آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقف في الجامع وتبين للناس، قال ابن عباس: معنى يعبدون يوحدون، ومعنى يوحدون إنه العبادات كلها تكون لله، ما تدعو إلا الله وما تنادي إلا الله، وفلان قال كذا وكلامه ده ضال وكلامه باطل وكلامه كذب وكذا وكذا، وجزاكم الله خير وتمشي. إذا ربنا علمك زيادة تتكلم بقدر ما علمك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويثبتنا وإياكم، وأن يبصرنا يعني بأنفسنا، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خير، بارك الله.